الصورة التانية بقى والصورة اللي بعدها. يا نهار اسود. ده جبتها منين دي؟ فاكر الصورة دي؟ هي دي تتنسي، هي اللطم دي تتنسي. انت ما لقيتش الا الاستايلات دي يا دكرور. طبعا كلنا كنا ما شاء الله شيك في الوقت ده، كنا قمه الشياكه يعني. طبعا كابتن حازم كان قمه الشياكه، وعبد المنصف طبعا البليزر صغير عليه، وشيتوس كان ساعتها ايهاب توفيق مراسيل شيتوس، وطبعا اسامه نجم الشياكه طبعا، رمز الشياكه، وانا طبعا البلوفر ده كان من العتبه. خلي بالك، بص يعني اهلي وزمالك، بص الصوره دي كانت يعني كنت انت وشيتوس في الاهلي، وكنت انا ساعتها لسه في الزمالك، وكابتن حازم وعبد المنصف، فاحنا دي كانت في مناسبه، والناس كلها يعني عارف، انا عايز اوصل رساله للناس، اللي الناس كلها ولعيبه الاهلي والزمالك، احنا في الاول وفي الاخر احنا اخوات، احنا بنقعد مع بعض في المعسكرات، بنشوف بعض في المناسبات، كلنا علاقتنا ببعض علاقه كويسه وعلاقه مميزه، ف مش عايزين يبقى في تعصب، وده دليل الصوره اللي انت عارضها دي، ده دليل على محبه اللعيبه لبعض، ومفيش تنشنه، ومفيش حته يعني زي ما بيقولوا ايه التنشنه الزياده، عارف انا هسميها تنشنه زياده. فاحنا اتمنى ان الموضوع والصداقه دي تفضل على طول، والناس كلها قريبه من بعض سواء الاهلي او الزمالك.